عينت حكومة السراج غير المعتمد شرعيا وزير دفاع لها ورئيس أركان لقواتها بعد ساعات من تعليق عمل وزير داخليتها فتح باشاغا إثر إطلاق النار على متظاهرين سلميين في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد تردي الخدمات العامة والظروف المعيشية في البلاد. وفي هذا الإطار كلف مجلس رئاسي السراج صلاح الدين النمروش بمهام وزير للدفاع وتعيين محمد الحداد رئيسا للأركان، والذي ينحدر من مدينة مصراتة المقر النافذ للميليشيات والجماعات المسلحة، وذلك في رسالة غير مباشرة أرادها السراج إلى أعيان مصراتة أن الصراع القائم مع بشاغة صراع شخصي. يرى مراقبون أن تعيين الحداد رئيسا للأركان جاء لامتصاص الغضب الشعبي لداعمي بشاغة في مصراتة التي رفضت قرار إيقافه. وتحدثت مصادر مطلعة أن الخلافات القائمة بين السراج ووزير داخليته ليست جديدة، لكن الحراك الشعبي في طرابلس أخرجه للعلن كاشفة عن سعي بشاغة إلى الإطاحة بالسراج وخلافته في منصبه. تبعات واسعة لقرار السراج بإيقاف بشاغة بدأت تظهر مؤشرات لصدام محتمل بين الأذرع المسلحة التابعة للسراج وميليشيات مصراتة. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.